مولود الأسد عنده أسبوع مميز غني بالتغيرات والمبادرات، هالأمر بأهلك لمنصب أو ترقية أو مرافعة استثنائية بتخليك قادر على تحقيق أحلامك وأمنياتك مع وصول كوكب الزهرة لبرجك يوم الثلاثة 6 الشهر 6 حزيران يونيو حتى يستقر فيه حتى شهر أكتوبر تشرين الأول، وبتكون الطاقة مميزة مفعمة بالنشاط بتشجعك على تحقيق مشاريعك بسرعة كبيرة وإبراز مواهبك وتوظيف سحرك بكل المجالات، إلا أنك رح تعيش بعد شوي تراجع وانكماش نهار السبت في تأخير مع وصول القمر لبرج العقرب، بيكون نهار مواجه لإلك خاصة نهار السبت يلي بيحملك معه قلق توتر وشكوك، ظروف منا مناسبة، من الضروري أنك تكون مسيطر على الأوضاع ومسيطر على أعصابك. بتحسن أوضاعك مع وصول القمر للقمر القمر لبرج القوس يومي الأحد والتنين، هالأمر بخليك توصل لذروة بعطائك على الصعيد المهني والمالي، تحقق فيهم أرباح تقدم على الصعيد الاجتماعي أيضا، كمان رح يكون عندك حظوظ وفرص كثيرة ومهمة بتخليك تحصل على علاوي على الراتب أو بتبلش عمل جديد. رح تقوى كمان ظروفك وثقتك بقدراتك ومعلوماتك وكفاءتك مع وصول القمر لبرج الجدي الصديق يومي الثلاثة والأربعة، يومين حلوين بتلاقي فيهم أنه التزاماتك وتعهداتك عم تمشي بشكل جيد، ما تتردد من قلب الصفحة والمباشرة بطريق جديدة نحو اتجاهات جديدة، مرحلة نشطة بالمستجدات بتحمل لك مشاريع سفر توقيع على عقد مهم أو مشروع جديد لكن بدك تنتبه من الخميس والجمعة رح تهدى الأمور مع وصول القمر للدلو، يومين صعبين ممكن يستجد فيهم شيء غير متوقع، حاول انك تخليك على الحياد، ايام معاكسة جدا ما تتكل خلالها على مساندة حدا او مساندة بتوصل لك من اي جهة او اي زميل. عاطفيا افضل ما يكون الدورة الايجابية اللي رح تبلشها هالاسبوع مع انتقال زهرة لبرجك، استثنائيا 5 أشهر فترة حلوة كتير بتكون مؤثرة على كافة علاقاتك على كافة نواحي حياتك العاطفية والعائلية والاجتماعية، هيدا التغيير بيغمرك بمناخ عاطفي عزب بيحمل لك احداث عائلية صار كولادة الطفل او ربما زواج، الاجواء دافية ومطمئنة بتعيد السلام للعلاقة المتينة وبتعزز الروابط مع الولاد، اما العازب رح تمنحك الظروف الرومانسية الفرصة حتى تتعرف على شخص مميز بتخطط معه لمستقبل زاهر.